طبعا الإشادات بقى تواليت بعد المباراة على منتخب مصر لكرة اليد، وطبعا أول يعني من حي ومن هنأ منتخب مصر كان طبعا حرص من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو يهنئ أبنائه. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن فخره وتقديره بمنتخب مصر الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، وكتب سيادة الرئيس على صفحته تحية فخر وتقدير لمنتخبنا الوطني لكرة اليد على الأداء المشرف أمام منتخب الدنمارك، قدموا لنا مثالا رائعا على الأداء البطولي وروح القوة حتى آخر لحظة من المباراة، شكرا لكم.